بايوسكان مركز الأشعة والتصوير الطبي. ومع قدوم الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ضربات الشمس هي ممكن تكون من المشاكل الخطيرة اللي ممكن تأثر على صحة أبنائنا. خلينا نشوف مع الدكتورة مي أبو حاكمة، أخصائية الأطفال والولادة، شو لازم نعمل عندما يصابوا أطفالنا بضربات الشمس وكيف نتفاداها. صباح الخير دكتورة مي. أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. أهلا، كيفكم؟ كله تمام الحمد لله. يعني كتير بخوف الصراحة، الواحد بقلق وبخاف لما يصير في حالة الإغماء اللي بتحصل لما يصير في ضربات شمس. تخيلي إذا إحنا عم نحكي عن أولاد صغار، فنحكي بهيك ما هي الأسباب وراء ضربات الشمس؟ هلأ إحنا أول إشي بدنا نعرف إنه ضربات الشمس هي حالة مرضية، بصير عنا ارتفاع بدرجة حرارة الجسم، بصير عنا الجسم غير قادر على إنه يخفض حرارة الجسم عن طريق التخفيض ذاتي. هون بترتفع عنا درجة الحرارة، ما بنقدر نخفض الحرارة عن طريق التعرق. إيش بصير عنا؟ مراكز ضبط الحرارة بالمخ عنا بتنضرب. لما بتنضرب مراكز ضبط الحرارة بصير عنا تجمع بالسائل حول المخ، وهذا السائل بسبب لنا احتقان. إيش رح يعمل هذا الاحتقان؟ رح يأثر على وظائف القلب وعملية التنفس عند الطفل أو عند الشخص المصاب بضربات الشمس، وهون رح ترتفع عنا درجة حرارة الجسم. ممكن أنها توصل حرارة 40 إلى 40.5. إحنا حرارة الجسم الطبيعية 37. الجسم بضله يحاول على أنه يوازن أن هاي الحرارة تضلها ثابتة عن طريق عملية التعرق. هلأ إحنا لما نتعرض للشمس لفترة كتير طويلة، إيش رح يصير عنا؟ رح نفقد سوائل من الجسم، رح نفقد أملاح، فبصير الدم اللي بعملية الدوران اللي بدور حوالين الجسم داخل الجسم رح يكون عنا قليل، رح يصير يوصل قليل للأعضاء، فهون رح يصير عنا هبوط، الإحساس بتعب، الدوخة، دوار، ممكن يصير في عنا غباش أو الرؤية بتكون غير واضحة. بعدين ممكن يصير عنا عملية التقيؤ، العيان، هاي الأشياء ممكن عنا تصير. ممكن يصير عنا تشنج بالعضلات، وجع بالرأس، وممكن بعديها يصير عنا حالات إغماء. هلا قديش بياخذ الوقت يعني ما بين التعرض للشمس، او قديش لازم يكون تعرض للشمس لحتى تبين هاي الاعراض؟ يعني احنا بدنا نحكي تقريبا عن اكثر من ساعه متواصله تحت اشعه الشمس، يعني واقفه اكثر من ساعه متواصله تحت اشعه الشمس المباشره، الجسم بصير يعرق 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 لحد ما يفقد الاملاح والسوائل الموجوده بجسمه. هلا مو شرط انه كل شخص بتعرض لضربه شمس انها تكون يوصل لمرحله خطيره. احنا في عندنا مراحل، اولها ممكن توصل تكون انه الاعراض المبدئيه عندنا دوار، وجع راس، استفراغ، وممكن بالنهايه انها توصل لحالات الاغماء. بس امتى بتصير خطيره؟ يعني امتى بصير في يجب انه يكون في تدخل من طبيب او انه ننقل على المستشفى؟ امتى؟ هلا احنا بجميع الاحوال لازم يصير في تدخل. يعني اذا احنا في عنا طفل تعرض للشمس بشكل مباشر لفتره طويله، بلش الطفل عنا يستفرغ، حسينا انه احنا عنده هبوط عام، ضغطه نازل، الولد مو مركز معاكي، قاعد عم بيستفرغ، اول شيء لازم تعمليه انك تاخذيه من مكان بعيد عن الشمس، تحاولي تخففي من الملابس الموجوده عنده، نحط عليه كمادات مي فاتره على الجبين وعلى الجسم، نحاول نبرد الجسم. لا مو بارد كتير، تكون فاترة، تكون يعني من مية الحنفية، مش مي سخنة ولا مي بارد كتير. بعدين بدنا نحاول انه نعطيه سوائل واملاح، كل 5 دقائق بدنا نشربه كمية بسيطة، ما بنيجي بنشربه كبيات كتير كبيرة دفعة واحدة، لانه ممكن هو اصلا يستفرغ، ممكن يتشردق، ممكن يصير عندنا حالات اختناق. هلا اذا الشخص المصاب بعملية ضربات الشمس وصل لحالات الإغماء، هون لازم يصير التدخل إنه نأخذه فورا على الطوارئ علشان يتم تعويض السوائل والأملاح عن طريق الوريد. طيب هلا يعني هو بصيب هذا كل الأعمار، احنا اليوم عم نركز على الأطفال لأنه هلا بيلعبوا بالرب أو بيسبحوا أو بيلعبوا بالشارع، ولكن هي نفس الأعراض بتصيب الكبار كمان. هي نفس الأعراض، بس الفرق إنه الكبير بيقدر يعبر، وبيقدر إنه أول ما يحس حاله تعبان إنه يقعد، الصغير ما رح يقدر يعبر إذا بيلعب أو بالضبط إذا كان قاعد عم بيلعب، أو إذا كان بيبي صغير ممكن يبلش الولد ينكد أو يستفرغ، الأم ممكن تفكر إنه ابنها بس شوبان، بس هو فعليا بيكون بلش إنه يصير عنده ضربة شمس. تمام، بس ضربة الشمس لازم يكون تحت أشعة الشمس مباشرة، ولا ممكن يكونوا تحت الفية بس مشوبوا؟ لا، لازم يكون تحت أشعة الشمس المباشرة، يعني في المسابح لما دائما يكونوا الأطفال بناخذهم يروحوا يسبحوا، بيطلعوا برا بيقعدوا يتشمسوا، بينسوا حالهم هم تحت أشعة الشمس عم بيتشمسوا، بياخذوا لون، بحبوا هيك الصغار، يعني هدول عمر المدارس، ممكن يتعرضوا لتحت أشعة الشمس، بصير هم يعرقوا ويفقدوا سوائل وهم مو حاسين على حالهم، بعدين بصير عندنا ضربة شمس.
طيب هلا افضل شيء لحتى نعمل الوقايه، يعني ممكن يلعبوا بالحاره، يمكن على البركه، شو افضل شيء الوقايه يعني؟ هلا احنا دائما بدنا نحكي للاطفال انه انت لما تطلع تلعب لازم يكون المي معاهم موجوده معاهم، يحاولوا كل ربع ساعه كل ثلث ساعه انهم يشربوا كميه بسيطه من المي، لانه الطفل لما بيركض وبيلعب بفقد سوائل واملاح من جسمه، يلبسوا طاقيه علشان يحموا راسه من اشعه الشمس المباشره، وننصحهم انه ما توقف تحت الشمس مباشره، يعني حاول انك تاخذ مكان فيه في شوي. تمام. طيب عم نشوف كمان مؤخرا انه اطفالنا بالصيف او بالشتاء ما عم بيشربوا مي بشكل يعني مستمر، وما عندهم هذه العاده، واللي كمان بتاثر على نموهم، كمان بتاثر على وظائف الجسم، فانت كيف ممكن يعني برايك كيف ممكن الام تساعد اولادها انه يصيروا يشربوا سوائل اكثر، سواء لضربات الشمس او لغيرها؟ هذا الشيء بده يجي تقريبا من يعني من البيت، مو احنا فجاه احنا مو متعودين نشرب مي وفجاه بنصير نشجعه، يعني الطفل من هو صغير من لما يبلش ياكل لازم بعد كل وجبه نعود الطفل انه انت بدك تشرب كميه بسيطه من المي، لازم تكون القنينه المخصصه او المطره المخصصه دائما موجوده جنب الطفل، نحاول نشجعه نجيب له انه شكل هو بحبه، نحمسه انه اذا والله اليوم انت خلصت هدول التنتين معناته انت ما راح تصير مريض، انت مثلا لك مكافأة للأطفال اللي ما بيحبوا إنه يشربوا مي، ولازم الأم تتابع إنه طفلي أنا كل قد إيه ممكن إنه يفوت يستخدم الحمام وقد إيه ببل الحفاضات، هون هذا بتكون دلالة على إنه الطفل عم بياخذ كمية سوائل منيحة أو إحنا في عنا جفاف. طبعاً. طيب هلا بحب أذكركم إذا عندكم أي استفسارات على ضربات الشمس، دكتورة مي أبو حاكمة أخصائية الأطفال وحديثي الولادة موجودة حتى تجاوب على أسئلتكم، هاي الأرقام عم تظهر على الشاشة. طيب دكتورة مي، هلا قلنا إذا شفناه إحنا بلش يدروخ أو بلش يتعب أو التقيؤ، يعني هي أول علامة تقيؤ؟ لا، أول علامة إنه بصير عندنا الشعور بالدوار، صداع، وجع راس، بصير دايخ وجع راس، بس الطفل الصغير ما رح يعرف يشكي وجع راس، بس بتحسيه خلص الولد مسطل وبصير بده ينام، يعني خلص مو قادر يركز معه. هون شو لازم نعمل؟ خلينا نبدا بكل مرحله شو نعالجها ونحن فيها. هلا الولد دايخ مو مركز على السريع، انا باخده من منطقه فيها شمس لمنطقه فيها في، بنخليه يتمدد يتسطح، بس بنرفع الجزء العلوي، ما مو بالعكس زي لما الطفل او الشخص وتضغطه بنرفع رجليه، هون لا بدنا نسند ظهره، نحاول نرفعه من قدام، يعني من الجزء العلوي من الجسم بدنا نكون رافعينه شوي، بدنا نجيب كمادات مي فاتره ونحطها على كل جسمه وعلى راسه، ونحاول نشرب مي شوي شوي. نحاول كل خمس دقائق نشربه كمية بسيطة من الماء. إذا حسيناه بلش الطفل يصحصح، بلش يركز معانا أكثر، خلص ما في خوف، بس ما بدنا نحاول نبعده عن الشمس، نحاول نعرضه للشمس مرة ثانية. تمام. هلا إذا شفنا بلش عندنا الاستفراغ عند الطفل وبلش الطفل يدخل بحالة إنه هو مو مركز معاكي، مو قادر يمشي، الطفل إنه عم بيحكي كلام مش مفهوم، معناته إحنا ممكن هون نوصل لحالة الإغماء، صرنا فاقدين كتير أملاح من الجسم، وقتها بدنا نحمله ونطلع فيه بسرعة على الطوارئ. لانه لما تصير هاي الشغله عندنا انه ضربه الشمس عند الشخص بيوطى عندنا الضغط، ترتفع حراره الجسم، حراره الجسم ممكن توصل لحد 40.5، بعدين ممكن يصير لنا تسارع بضربات القلب وتسارع بالتنفس، وهذا كله راح ياثر على الدماغ وعلى وظائف الدماغ، وممكن يعني طبعا ممكن لا سمح الله اذا احنا اهملنا الموضوع ممكن يؤدي هذا الحكي للوفاه. ممكن وفاه طبعا. ممكن ياثر على الدماغ، على مثلا العقل، لا اذا لحقنا الموضوع باوله ما بيعمل ولا شيء. طيب احنا معنا زياد عنده سؤال، اهلا وسهلا، صباح الخير اخ زياد. صباح الخير، يعطيك العافيه. اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا، تفضل، هاي دكتوره مي معك، تفضل. العافيه، انا بدي اسال دكتوره مي بخصوص الصدمه الحراريه. الصدمه الحراريه والاجهاد الحراري والارهاق الحراري او بسموه التقلصات الحراريه، هي نوعا ما نوضح انه ضربة الشمس او الصدمة الحرارية عادة لما تكون نسبة الرطوبة عالية في الجو هي اللي بتساعد على عملية رفع درجة حرارة الجسم، لانها بتساعد على منع تبخر العرق الموجود داخل الجسم البشري. الاجهاد الحراري اللي هو نقص التروية الدموية الذاهبة، كمية الدم من الاعضاء للجلد، هي اللي بتساعد على زيادة ضربات القلب، اللي بتساعد على زيادة التغذية الدموية، اللي ممكن تسبب نقص في الاعضاء للدموية، وبالتالي بتصير زيادة عدد ضربات القلب مما يسبب إجهاد للقلب بشكل مباشر، ويدخل الإنسان في حالة فشل تروية دموية، بسموه فشل تروية دموية، بسموه عملية اللي هي تغذية دموية نتيجة ارتفاع حرارة الجسم، مظبوط؟
ارتفاع حراره الجسم بشكل عام. احنا بالاجواء، انا بالعقبه بحكي لانه احنا اجواءنا عاده بالعقبه دائما الاجواء الحراريه عاليه جدا. اوكي تفضل. الاجواء الحراريه العاليه جدا، العمل داخل الاجواء الحراريه ضمن فترات زمنيه طويله عم بتساعد على انه تزيد فشل في اليه الدفاع البشري في التخلص من الحراره الزائده عن طريق التعرق في الجسم وعن طريق اللي هو تمدد الاوعيه الدمويه او عن طريق ممكن زياده معدلات التنفس. اللي ممكن تصير، لكن الرطوبه العاليه اللي ممكن تكون في الجو هي اللي بتساعد على عمليه سؤالك شو سؤالك للدكتوره مي؟ نسال الدكتور الان عمليه اللي هي الصدمه الحراريه بشكل عام، احنا نستفيد حتى ولو يعني احنا عندنا خبره شوي في هذا الموضوع لكن نستفيد منها اللي هم خبراتهم في هذا المجال. دكتوره معلش، الصدمه الحراريه او ضربه الشمس، الصدمه الحراريه، هل 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 انه نستطيع انه نعطي هذا الشخص المصاب في الصدمه الحراريه سوائل مباشره، او هل من الصحيح انه لازم انه نكون نعرضه لماء مبلل او بطانيه مبلله بشكل مباشر؟ بطانيه مبلله او ماء تمام. شكرا جزيلا سيد زياد. ومعنا ايضا اتصال من السيد حموده. صباح الخير. صباح الخير. اهلا، صباح النور. اهلا وسهلا حموده، تفضل. انا بدي اسال بس سؤال عن ضربات الشمس، يعني مثلا قديش تكون درجه الحراره لما الواحد بنضرب الشمس؟ قديش درجة الحرارة الممكن تكون لحتى تصير ضربة الشمس؟ شكرا جزيلا حمودة من إربد وتحياتنا للجميع. إذا دكتورة بنرجع بنذكر إن حضرتك قلتي أول بي واحد يتعرض لضربة شمس، هذا السؤال الأول من العقبة اللي هو حطوا عليه بطانية مبلولة، بطانية مبلولة أو بشربوا مي، صح هذا؟ إحنا أول إشي لما حسيت، أنا حكيت إنه كيف طريقة العلاج رح تكون، بنحب برجع بعدلهم إياها، إنه إحنا إذا حسينا الطفل بلش يدخل بعملية إنه الدوار أو الطفل عنا مو مركز أو شكينا إنه عنده ضربة شمس، أول إشي بدنا نعمله بدنا ناخده لمكان في، بعدين بدنا نبلل جسمه نشوفه إنه هل هو مركز أو مصحصح معنا، بنحاول إنه نشربه مي شوي شوي. يعني هو بقول بحطوا عليه مثلا متعارف عليه بالعقبة إنه ببلوا بطانية يعني مزبوط عم بيعملوا. احنا مزبوط. قلنا بنحط بنبلل على الراس، بنبلل على الجسم، مزبوط. على اطراف الجسم، انه بس مش مي بارده، بيجوا بيحطوا ثلج. مي فاتره. ما تحطي ثلج، لا مي بارده. حلو. أوكي. تمام. والسؤال الثاني بما يخص قد ايه درجه الحراره لما نبلش نخاف انه ممكن اذا ابننا كان تحت الشمس؟ هلا احنا بنحكي تقريبا حوالي ال 40، صح؟ احنا هون ما عندنا حراره 40 ممكن توصل، بس انت اذا وقفتي تحت الاشعه الشمس المباشره لفتره كثير طويله، حتى لو كانت حراره الجو عندنا بالثلاثينات، انت جسمك رح يرتفع، لانه انت تحت اشعه، تحت حراره بشكل مباشرة. متواصل، فرح ترتفع حراره الجسم عندنا. اذا صارت حراره الجسم 40 واكثر، هون رح تبلش انه ندخل بحاله ضربه الشمس. معناته عم نخبر حمودة اللي مش ضروري درجة الحرارة برا 40، ممكن تكون بالثلاثينات، بس مجرد وجودك تحت أشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة بتأدي لضربة الشمس. أوكي، شكرا لك دكتورة مي أبو حكمة. بايوسكان، مركز الأشعة والتصوير الطبي.